تفضلي. يسلموا. صح. ما قلتي لي شو اخبار باري عضرتك؟ ما بعرف شيء، بس شو ليش ما بتحكي معي؟ يا ستي من فترة اتفقنا ننزل نعمل معروض بالأمن الجنائي، فهي اتصلت واعتذرت وأجلت الموعد. فكرتك بتعرفي. لا ما حاكتني، بجوز تعبانة. بجوز، بس انتبهوا كتير منيح، ممكن جوزك يسافر ويهرب برات البلد بأي لحظة لأنه الفيزا صارت بإيده، لذلك لازم نلحق ندعي ونعمل فيه بطاقة بحث. طيب انت شرحتي لها الحكي؟ طبعا هي بتعرف منيح. غريب. على كل حال انا بشوف شو القصة وبخبرك. عم يجي لعندك؟ ابدا، حتى اتصالات اذا بدك ما في بيني وبينه، حتى عن نجد ما بيسأل. ابصر شو مبيت، لانه جوزك يا ناندا مكار، انتبهي منيح ونبهي هالغشيم يضرتك. هلا انا بالنسبه الي قامت اول جلسه محكمه عندي، الجلسه الثلاثة القادم، انا لهيك جاي لعندك مشان نتفق شو بدنا نحكي بالمحكمه. اوكي. اولا يعني ما كمل المبلغ؟ لا والله ناقص لسه 1,400,000، بس نحاول ندبره انا والشباب. هلا انا بقدر ساعد بشي؟ كنت بدي اطلب منك، بس بعرف وضعك. ولا يهمك، انا بحكي مع اختي ناية تحول لي اياهم من دبي، وعندي كم قطعه ذهب ببيعهم. كتر خيرك، يلا حبيباتي يلا. شو وين المصري؟ استشهد اخوه امبارح وما قدرت تجي. لا حول ولا قوه الا بالله. شو بدنا نعمل؟ الموت صار بكل مكان. لا حول ولا قوه الا بالله. ليش ما بتردي على موبايلك؟ كنت رايحة اتصل فيكي، بس عم بطبخ وحسن تعبان شوي. سلامته ان شاء الله. بدك دكتور؟ لا شكرا كثير، شوية قريب وجبت له ادوية. طب انت شو صار معك؟ حبي ناطرتك. بدي اتصل فيها طبعا، بس ناطرة اخي لحتى يطيب. باري عشبك؟ ما فيني شي. صافي حكي معك؟ لا طبعا لا، ليش لحتى يحكي معي؟ حتى لو دق انا ما رح رد عليه. بتعرفي برا صافي وصلته الفيزا، يعني رح يسافر بأقرب وقت. بده يسافر؟ اذا سافر صافي ما في قوة بالعالم رح تثبت لك هذا الولد منه، مشان هيك برا لازم تدعي عليه وبأقرب فرصة، هيك قالت لي المحامية. ما بعرف قديش دفع لك؟ أكيد فاوضك، ولا كنتي حكيتي معي ورحتي معي لعند رجوة المحامية حتى لو كان أخوك مريض. على كل حال أنا ما رح أتدخل هالمرة، بس حبيت خبرك إنه المخالعة يوم الثلاثة، يعني أنا ما عاد في شي بالعالم يوصلني فيه إلا مجده بس. انتبهي منه بارعة، لا تخليه يخدعك. سلام. مدام ناندا؟ نعم. لا تتركيني لحالي. لهلا ما حدا اتصل. تاركيننا لنستوي نجمع لهم كل المصاري.
شاء الله يكون هيك. شو قصدك؟ ما فهمت. ما بعرف، هي خطر ببالي. لا تشاءم، طول بالك، صلي على النبي. اللهم صلي عليك يا نبي. شو عندك؟ رايح شوف الليلة شو صار معه، إذا قدرت تجمع شيء فوق المصاري ولا لا. تجي معي؟ لا، حابب اتمشى شوي لحالي. انتبه على حالك، اليوم الطرقات كلها مسكرة وفي مشاكل بالشوارع. سعرنا بسعر غيرنا. بارعنا نضل بهالغرفة على طول؟ لا حبيبي، إن شاء الله منتركها عن قريب. بخاف يضربونا برصاص مثل ما ضربوا ماما وبابا. أنت مين قال لك هالحكي؟ أولاد عمي قالوا لنا إنه أمنا وأبونا ضربوهم برصاص. لا حول ولا قوة إلا بالله، أنا الحق علي اللي بعتكم لعندهم. حبيبي، ماما وبابا سافروا لبعيد، بكرة بس تكبر بحكي لك كل شيء. أختي سجليني بمدرسة، بدي كمل دراستي. والله حاطة الموضوع ببالي، بس ناطرة أشوف شو بده يصير معنا. مو عمو عطاكي مصاري؟ بلا، بس خايفة يخلصوا نصفة بلا شيء. استنوا علي بس لألاقي شغل. نندا مبروك. شو هاي؟ يا ستي المدير وقع طلب توظيف دارتك، حبيبة قلبك، ألف مبروك إن شاء الله. الله يبارك فيكي، وقديش حتى للمدة؟ سنة، بس هاد قابل للتجديد. ممتاز، خليني أروح بشرها. يا حنون أنت. أنا آسف، كنت طلبت لك، بس أنت في عندك بنش بدك تاخذيه. مو مشكلة. ردي ردي. هي ناندا. ردي عليها شوف شو بدها. لا خلص يلا، بعدين بحاكيها. ردي مثل ما عم بقول لك لنشوف بشو عم تفكر. ردي. ألو. بارعة، هاتي البشارة. بشارة شو؟ اجتك الموافقة وعقد سنوي كمان. عن جد عم تحكي؟ اي عن جد، وبقسم شؤون الطلاب، القسم اللي انت اخترتي. ان شاء الله الف مبروك. شكرا كثير لك. وينك انت هلا؟ شكلك بالطريق. شوفي حبيبتي، قومي تعالي لعندي لحتى تتعرفي على زملائك. لا معلش، خليها لبكره. هلا بدي روح جيب غرض وبعدين برجع. طيب اوكي، مثل ما بدك. على شو عم بارك لك؟ قبلوا يوصفوني عندها بالجامعة. أها. طبعا رح تعمل لك عقد 3 شهور وتجيبك لعندها وتراقبك، وبعد ما تخلص تزدك برا. يا لطيف يا لطيف على هالمرة. لك أنا من يوم يومي حافظها بصم. إيه بس مالها مضطرة، هي من مصلحتها إنه ما تلاقي لي وظيفة مشان أقعد بلا شغل وأتضايق أكتر وأكتر وما يبقى معي قرش بجيبتي. بارعة، أنا بعرفك ذكية، هذا أسلوب مرتي، هي وحدة كهينة، بتمد 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 وبعدين بتلطش. أنت شفتي بعينك شلون رمتني برا، ولهلأ ما بعرف كيف صرت برا. صافي معلش نأجل موضوع الدكتور لبكرة، أنا مالي جاهزة. مالك جاهزة؟ ليكون تليفون ناندا أثر فيكي وقلب لك عقلك. أنا عن جد ما بعرف مع مين عم بتعامل. أنا قلت لك مالي جاهزة عن اليوم وبس. حبيبتي الدكتور فتح عيادته خصوصي وجهز غرفة العمليات، يعني إذا ما عملنا العملية رح تدفعيني أجارة كاملة. بس والله قلبي مو مرتاح. هلا عملية إجهاض بدها قلب مرتاح مو مرتاح. حبيبتي العملية ما بتاخد إلا نص ساعة ساعة وبعد منها بترتاحي. يعني أنت نسياني إنه بدنا نسافر؟ طيب صافي خلينا نجيب هالولد. أنت شو فارقة معك مدام كتبنا كتاب شيخ؟ بارعة أنت وعدتيني، الحمل مو وقته هلأ. مزبط أموري، منعلن زواجنا
وبعد منا ان شاء الله تجيبي دزينة ولاد. منيح هيك؟ حبيبتي نايا، حولي لي اياهم باسرع وقت، بضلوا دين على الشاب وبس يرجع بيرجع لك اياهم. ان شاء الله بتسلمي لي يا رب. الله معك حبيبتي، مع السلامة. والله ضيعانك تسافري. بدي خبر كريم، اكيد رح ينبسط. حزينة واي والله. فيكي تمني العشرة؟ طيب يلا سلمي. هي 700,000 من الصرية اللي حكيت لكم عنها. كثير منيح، يعني سفيان كمان شرط شي 700,000 بيتأمل المبلغ كامل، وإذا فوضناهم على هذا اللي معنا ممكن يرضوا بدونهم. حد اتصل منهم؟ لا. أصلاً هي اسمها حرب أعصاب، مشان شو ما طلبوا تعطوهم. أخ، لولا الأحداث بالبلد ما كنا سمعنا بهيك مجرمين. طيب يا جماعة، شو مشان البرنامج؟ يعني بكرة الناس بتنسانا وحسام بيلغي. حسام. هذا البني آدم مو طايق اسمع سيرته. معلش كريم، ما عندنا فرصة عمل إلا عنده، ما هيك ليلى؟ ونحن من خلال القناة عم نوصل شيء مهم للناس. بعدين الإعلام قد ما بيشهرك قد ما بيعتم عليك وبيحذفك لما بتغيب عنا ولو مدة بسيطة. هيك التلفزيون ذاكرته قصيرة. انتو بشو مفكرين؟ يعني نبلش نحضر، وعامر صارت شغلته مضمونة وكلها كم يوم بيكون بيننا. اسمعوا، أنا غير عامر ما بنزل حدا بالإعداد، فهمتوا؟ طيب، خلي اسمه وأنا وياك بنشتغل الحلقات، شو رأيك؟ يلا ولو، بزمتي محل الشغل بدونك. كرمالنا كريم، قول إيه؟ مجنونة؟ مجنونة شي؟ كيف بتعرضي حالك وابنك للخطر؟ لكي وكان صار معك نزيف كنتي متي؟ بدي اخلص، بدي اخلص. وشرفي، هاي صار الانفجار وما خلصتي، لك رب العالمين مو رايد. كرمال الله لا تزودي علي. انتي معك عقد زواج؟ ايه معي. اوعك شلحك ياها، فهمانة؟ فهمانة.
بس هو مصر على الإجهاض. لك هذا واحد أناني، أناني ما بتفرق معه، متي ولا عشتي مثل بعض عنده. طيب خلص. أنا مستعدة أعمل اللي بدك إياه. اسمعيني منيح، بتجيبي إخواتك وتجي بتقعدوا عندي هون، لا فوتة ولا طلعة، وعلى موبايلك قد ما دق لك ما بتردي عليه. طيب خلص. بارعة، مو هلأ تقولي لي خلص وتغيري رأيك؟ لا لا، هالمرة عن جد. شغلة تانية، بتتصلي بعمك بتقولي له إنك تزوجتي رجال أكبر منك بالعمر مشان تصرفي على حالك وعلى إخواتك، وإنه هذا الرجال عايش برات البلد وعنده أولاد مشان هيك ما حكيته قدام حدا، فهمتي علي؟ فهمت. طيب أنا حغير أوعية مشان أجيب إخواتك. ماشي. هذا هو، شو أعمل؟ لا تردي عليه، خلي الموبايل معي، خلينا نلحق نجيب إخواتك قبل ما يسبك هالبيت. لا حبيبي، هي خليها كونتينيو كابيتال لتر كلها مع بعض. خلص العربات وجيني على هون. ليش هذا طمني؟ اتصلوا؟ ممتاز، فيك تجي لعندي؟ طيب خلص وريح معي. ماشي. من عند الله يخليك بتجي بتاعي الاولاد فورا. حكى معي شادي واتصلوا فيه. تفضلوا. بارع، ركني اخواتك لما اجيب هالجيب. ماشي. بتعرفي الطريق ما هيك؟ صارت الساعة 9 ولك وبعدين بحرق هالاعصاب، امتى بدهم يتصلوا؟ شو رح يحكوا سواريه؟ خايف يشحطونا على شي مكان بعيد كمان. بدي اعرف المقدم ايمن شو في باله. شغلتك قربت تنتهي. إذا رفيقك أمن الفلوس ترى بالله انكتب لك عمر جديد. وإن ما أمن أمك غضبانة عليك. صلاة صلاة. الله أكبر. الله أكبر عليكم. مساء الخير. مساء النور. ممكن فوت شوف ابني؟ إيه لك، تفضل. اهلا وسهلا، تفضل. مجد انت هون؟ اهلي بابا. اهلي حبيبي. اهلي حبيبي. رقم جديد؟ لا صحيح. الو شادي؟ ايه مين؟ تاخد شنطة المصاري وبتطلع على أول الحارة، بتلاقي فان أبيض، بتصل لعنده وبتوقف وراه. وكيف بدي أعرفكم؟ بلا كتر أسئلة، وأي حركة هيك أو هيك بتعتبر رفيقك مات. طب بعد قديش أطلع؟ هلأ ولوحدك. شو؟ بدهم اطلع لآخر الحارة وقف ورا فان أبيض.
رجلي على رجلك مشي. لا 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 طلب أكون لحالي. لا ما بصير بدي امشي معه. هني بدهن المصاري وبس. شو هالحكي هذا؟ خاف عليك انا. لا تخاف باذن الله ما بصير شيء. الو. حط الشنطه قدام المكتب ورجع لا تلف وراك عشان ما تعرف مين اخذها. طب عامر وينه؟ مشي. الكلاب بعتوا اثنين على الموتور اخذوا المصاري. احسن، انا كنت قلقان عليك ونشف دمي اصلا. لك انا خايف ما يرجع عامر. يرجع يرجع ان شاء الله. لحظة. ايه سيادة مقدم، ايش هادي صار هون؟ لا طمن طمن، ما رح خليه ينزل على عيني. الله جمع ووفق. نسوان التنتين ببيت الزوجية. ايه وانت برا. تخيل سخرية القدر. ان كيدهن لعظيم. عادي بارعة. لا معلش احكوا براحتكم. ما في شي نحكي. اي شي بدنا نحكي بخصك انت اصلا. ممتاز كتير ممتاز. شوفوا شوفوا ما احلانا نحن الثلاثة، متحابين ومتفاهمين. بقى لشو المحاكم والجرصة؟ خلينا نحب بعض ونعيش مع بعض حياة واحدة وعيلة واحدة. الجرصة إلك مو إلنا، وأنا معك ما بعيش. يعني معقول إنك تطلقيني بشان بارعة؟ ليكي أنت وياها مثل السمن على العسل. لا أنا مو بسبب بارعة بدي اتطلق. لكن بسبب شو يا مدام؟ بسبب الخيانة ولا؟ اسمعي لك، أنا مستعد نفذ لك كل أوامرك. حتى اسألي مدام بارعة، أنا نفذت لك كل رغباتها. ما هيك يا مدام؟ نفذت لها رغبتها؟ مو شجاعة منك، لأنه كان السيف على رقبتك. غلطانة يا مدام، غلطانة كتير. وانتي كمان بارعة خانم، وانتي كمان غلطانة. أنا كان فيني انتو التنتين جرجركن على المحاكم واتهمكم بالتشهير والطعن بسمعتي، وكان فيني أعمل قصص أكتر من هيك. بس أنا ما بدي أفتح هيك بواب. بس نحن لهلا ما أذينا. لحظة شوي. شوف أستاذ، لا تجرب تبيع المي بحارة السقايين. أنت جرمك كتير كبير. نحن اللي مشتكين عليك. هذا اعتداء على قاصر، يعني حكمه بعتقد من 9 لـ10 سنين. وهلا يا حلوين، شو المطلوب مني أعمله؟ أنا ما بدي نزل الولد. عظيم كتير عظيم، بس يعني مين بده يصرف على الولد؟ مين بده يهتم فيه إذا أبوه مو هون؟ وليش ما حضرتك تصرف عليه؟ مشان أصرف عليك يا مدام، أصرف عليك وعلى ابنك. على أساس يعني حضرتك لما حتروح على دبي ما رح تتزوج كمان؟ بدك يعني ارتبط؟ ارتبط ما بدك يعني؟ وانتي مدام بارعة اذا حبيتي كمان ما برتبط ولا شو رأيك؟ ما بتهمني، انا مالي بحاجتك. رح اشتغل واصرف على ابني واخواتي. عظيم كتير عظيم. يعني بدل ما تكونوا 4 جوعانين
راح تصيروا مع هذا البيبي خمسة. خمسة. واحد مثلك جوعان. احترمي حالك يا بنت، احترمي حالك واعرفي مع مين عم تحكي. أبوكي كان يشتغل عندي آزن، شقفة آزن، ترشاني لحتى عينك عندي، بس طلعتي بنت فلتانة. لك روحي، روحي دوري على أبوه الحقيقي. تركتك بنت وجاي تتهميني إنه أنا أبوه؟ لك ابنك غصب عن راسه. بارعة، وين بصير يحكي؟ شوف صافي، في فحص اسمه فحص الدي إن إي بيثبت إذا الولد ابنك ولا لا، لذلك نحن منروح على المحكمة وبنعمل هذا الفحص، وأنا رح بشهد ورح بقول كمان ليش أنا تركتك يا صافي. ولا تنسى يا أستاذ، نحن بيطلع لنا عندك نفقة ومسكن. والله طلعتوا دارسين منيح. صافي اسمع مني، حميل حالك وسافر، خلينا نعرف نعيش بنظافة. أوكي أوكي يا مدام، بتكون ياني سافر من سافر. بدك تعيشي بنظافة يا مدام؟ أصلاً البلد صار كله فساد بفساد وما عاد ينعاش فيه. بس قبل ما أمشي حابب لكم كلمتين. رح يجي يوم تدوروا على لقمة الأكل وما تلاقوا. تشاو. شغلتك ما ضبطت يا عامر، الفلوس وصل الناقصين. والله ما ادري شلون ارسلك بالطول الكامل ولا شبف. نحبك سوريا، ها؟ يا زوجي صافي ابن رفيق، قبلت منك مخالعتك على ما ذكرت، وأبرئ ذمتك من المهرين المعجل والمؤجل ومن كافة الحقوق الزوجية والأشياء الجهازية والنفقة الزوجية ونفقة العدة، وعلى أن تدفع لي المبلغ المذكور والبالغ 200,000 ليرة سورية، وإني أتعهد بحضانة الطفل على أن تدفع لي النفقة وأجرة الحضانة. بابا أنا ما رح اطلع لبيروت، ومن هنيك باخذ الطيارة وبسافر. أكيد أكيد بابا، أكيد أنت رح تيجي تزورني، بس لظبط أموري بتيجي لعندي. إيه بابا، بس بدي منك طلب. نحن كل يوم لازم نحكي بابا. إيه بابا، وكمان شغلة تانية، ما بدي إياك تعذب الماما، وقت بتطلع ما بتروح لحالك. إيه حبيبي. بابا بابا لا تبكي بابا، حبيبي بترجاك لا تبكي ولو انت رجال بابا. حاضر بابا. بابا رجال.
الو المبلغ ناقص. طب اعطونا وقت بس نأمن الباقي. تأخرتني. لحظة. الو الو شو قلت شو لا على مولك لا شوفي قلي لا لا شوفي شو صار شوفي خبروني شوفي قولي شو صار عامر 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 غادرتنا عامر ولم تغادر خطفتك أيديهم الآتية ونكلوا بك لكنك بقيت في قلوبنا ذهبت بكل إخلاص وكبرياء لكنك ستبقى أنت ومن نحر تكتبون بدمائكم وأعمالكم تاريخا جديدا لسوريا الحبيبة التفجير جاهز تأمر يا مولانا جاهز يا مولانا اسمعوا يا اخوان معوا يا اخوان انتم السابقين وحنا اللاحقين الجنة يا اخوان ايه الجنة جنة. فتحت لكم ابوابها ورضوان ينتظركم لبيك يا مولانا يا مولانا اسمعوني منيح انتم محاصرين بتمنى انكم تسلموا حالكم عم تسمعوني سلموا حالكم كل حرية يا زهران معاها 70 وصيفة يوكلوا على الله ابشروا ابشروا الجنة يلا خضيري يلا يلا توكل على الله يلا لبيك يا مولانا يا السفيري يلا اتفجع على طولها يلا لبيك يا مولانا ابشر ابشر بالجنة والحورية الحورية اه يا كلام عليها 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 امشي امشي فجرها يلا كل شي بدور طول النهار كل شي بدور طول النهار كل شي بدور طول النهار كل شي بدور وفينا الارض عم بتدور فينا الارض عم بتدور والدولاب عم بيدور والدولاب عم بيدور والمساحه عم بتدور والمساحه
والمساحة عم بتدور والعصفورة عم بتدور والعصفورة عم بتدور ليل نهار كل شي بدور ليل نهار كل شي بدور وطول نهار كل شي بدور طول نهار كل شي بدور صباح الخير. صباح النور. ما شاء الله الله يزيد ويبارك. امتى لحقت تجيبيهم كلهم؟ هو بعمار مختلفة كمان. هلا لا تبلش فيني. ها؟ وهي بارعة وبنت شام كمان. كيف بدك تسافري وتتركي كل هالجيش؟ ما عم بفهم. مين قال لك اني مسافرة؟ عن جد بطلتي؟ الحجر محله أنطار وأنا مثل السمك ما فيني اطلع من هون. يعني المهم بالآخر صدقتي انه مؤامرة ما؟ اقتنعت ولا ما اقتنعت؟ المهم اني بيناتكم. ونحن مبسوطين فيك. عليكم مو خير صاير شيء؟ نزلت قذيفة بساحة الأمويين. الله ستر هالولاد. الله يحميكم. آمين. يلا يا حلوين. باي. يلا. أدينوا بالديني لحوم أن تواجهت ركالي مع السلامة. أدينوا بالديني لحوم أن تواجهت ركالي الحب ديني وإيماني الحب ديني وهيماني.